عمال اضرب لك في الجرسات من الصبح، ما جيتش ليه؟ قاعد على ودانك؟ انا يا فندم جيت على طول لما سمعت الجرس. خد الصورة المقرفة دي ارميها برا. انا اعصابي تعبانة، مش عارف ليه تعبانة. وشك عشان ايه يا فندم؟ تسديد حساب. وشك 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 وشك. أغنم جامد قوي. يا جناب المدير، انت شرفت وشي بلمس صوابعك الكريمة. انا اشكرك من اعماق فؤادي المحتقن. معلش محتقن محتقن، انقشع انقشع. بونجور مدموازيل نائب، اتفضلي عودي اتفضلي. العفو يا حضرة المدير. مدير؟ مدير ايه وهباب ايه؟ لما نبقى مع بعض شيل التكليف. العفو يا حضرة المدير، ده انا موظفة بسيطة في الشركة. طب انا كمان موظف عندك. يا خبر ازاي يا فندم؟ احنا مش هنتجوز؟ انا جايبة لحضرتك كشف المهيات، اتفضل عن اذنك. ايه اللي جرالها؟ ده انا كنت فاهم انها هتحبيني لما هبقى في المركز ده. انا عصبي عصبي ازاي؟ مش فاهم ليه مش فاهم. افندم جناب المدير، انا عصبي عصبي جدا، اديني وشك. يا بيدا انت سيدي قوي، انت يا مرسي بتنبسط لما انا بضربك؟ جدا جدا. طب بالعندي فيك مانيش ضربك. يا جناب المدير، انا شايف ان جهازك العصبي متعب مرهق. لازم لك شويه ترفيه، شويه بوبينيزم اعصابك تستريح. سهره جميله، قعده ظريفه، وبالشكل ده تستريح اعصابك وتهدى. اه فعلا فعلا. سيب الحكايه دي عليا، انا هوضب لك سهره العمر يا جناب المدير. وانت لك عليا حرقعك 80 قلم علشان اعصابك تريح. اشكرك اشكرك. طيب تسمع تنقشع؟ تسمح لي بس اقول لك اخر كلمه. انت اللي لادي معزوم عندي في البيت. طيب تسمح تنصري؟ اشكرك اشكرك. تلج يا اكسلانس. لزومه ايه التلج ما دام انت موجود؟ لا نكته ظريفه. عشت عشت. هاتي دي حاجة حلوة قوي. أنا هجيب لك عناوة علشان أنت عندك مؤهلات جامدة قوي. متشكر يا اكسلانس متشكر. وتشرب من إيدي يا شيرين. أبوس إيدي. والكذب علشانك يا طارق. في صحتك. طب وكيفي قال؟ لا انا مش قادر خلاص. قص عليك بتكسفني. لا معاش مني كسفت، بس انا شربت كتير. اشمعنى شربت من؟ ولا انا يعني مش قد المقام؟ ما اقدرش، معاش اللي يكسفني. يا سلام، ده انت تلوحي. انا رقصت عشان خاطرك انت بس، انا من عيلة كبيرة قوي. وماله؟ اصل يا بنتي رأس العائلات ده بيسموه رأس الحكمة. نكتة ظريفة. تحب نقعد في الفرندا شوية عشان تشم الهواء؟ ايوة، بيتهيألي ساعات البيه بيحب الهدوء والسكينة. ايوة انا اموت في الهدوء والسكينة. تحب اجي معاكم؟ لا لا لا، انا عاوز الهدوء والسكينة مش راية وسكينة. نكتة ظريفة. بس يا سلام على الهوى. بتحب الهوى؟ انا احب الهوى واموت في الهوى واطير في الهوى. يا هوى يا هوى. انت لطيف قوي يا صفصف. عشتي. يا بختها اللي هتتجوزك يا ست. ده من ذوقك. تعرف ان انا بخت وحش؟ لو كان بخت كويس كنت وقعت في واحد زيك بدل الدهول اللي انا متجوزاه ده. الله يكون في عونك يا شيخه. الا قوليلي، انت متجوزه تبرع؟ هعمل ايه؟ اسمتي كده. اسمتك زفت عطران من عيب 60 ليرة. انت بتحبيه؟ احب فيه ايه يا حسره؟ اللي ما فيه حاجه تتحب. ايوه فعلا، ده ما فيهش حاجه تتحب. بوتيتن ده سمك. ده بارد. يوه. مقطع. هو لسانه زفر وايده طويله. اسأليني انا. اخ يا
يا ناري، لو كنت اضمن لنفسي عيشه محترمه واراضي يكفيني كنت طلعته بالتلتمية. ايه هي العصمه فيدي؟ ايوه. طب ومستنيه ايه؟ ما تطلقيه. الواحد لما يكون عنده كلب سعران يسربه علشان ما يحطش فيه. يا سلام عليك يا صفصف، وعيش منين وانت عارف ان انا متعوده على العز؟ العز موجود بالقناطير، بس طلقيه واديله ورق. بشرفي انا هغرقك الفلوس والذهب والالماس. انت عندك ذهب والماس؟ ده انا اجيبهم بالامر. البركه في عفركوش. عفركوش؟ مين ده عفركوش؟ عفركوش ده يبقى عفريت. عفريت يا مامي؟ انت ما قريتيش كتاب الف ليله وليله؟ قريت. ما قريتيش حكايه مصباح علاء الدين؟ اظن انا فاكره حاجه زي كده. كان عنده فانوس لو طلب منه اي حاجه يعملها له. اهو بقى الفانوس ده مع محسوبك. لا يا شيخ. او النبي لما اعوز اي حاجه ادحك الفانوس. العفريت يجيب لي طلباتي على طول، بس هو يجيب السيره للحد. انت بتضحك عليا يا صفصف. فشر. تحب تشوفيه؟ هو فيه شايله في مكان سري في اللوكاندا. تجيني اللوكاندا؟ اجيلك. وده نمره كام ولوكاندة ايه؟ حبيبي. نعم. تسمعي اسمي خمره لغايه ما يخمر اكتر، وانا رايح اجيبه. هتعمل ايه؟ مالكيش دعوه، انا هتصرف حسب سكن. لا انا تعبت خالص من الانبودي عشان خاطري. حار حار شو؟ برافو. اخر العنود سكر معه. بيعبط. سيكاف فوسترو هايم باباف افاتري سيرفيس مسيو سواحوف يا بوعوف اوف اوف يا باوف. دقيقة واحدة ندهلك واحد يتكلم معاك. رؤدنا زفتوف. سبيك انجلش. يس سير. اي وونت ا روم نمبر 100. نمبر 100؟ يس. اورايت سير. عبدو طلع شنط نمرة 100. عشروف سغوف بشيشوف انصرفوف. الحمد لله وحدوف. فانوسوف سحروف. Thank you.
خادم الفانوس السحري افركوش ابن بارتاكوش من الجن الاخضر. اهلا وسهلا. الجن الاخضر، تبي الحكايه صحيحه؟ بس ما تقلعها، ما تخوفنيش، انا مش خايف. يغمى على الشو، مش خايف، مش خايف. شبيك لبيك تطلب ايه؟ عاوز مجلس الإدارة يرجعني مدير، ويرجع مصطفى الملعون فراش زي ما كان. أرجوك. أمرك مطاع يا مرسي. السيد رئيس مجلس الإدارة، حيث أني لا أثق في كفاءة مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ كمدير للشركة، أرجو أن تعينوا بدلا منه الأستاذ مرسي عبد السلام الغندور مديرا، وتأمروا بإعادة مصطفى عبد الحفيظ عبد الحفيظ إلى وظيفته الأولى كفراش، وإلا سأضطر لطرح الأسهم في البورصة بأقل من الثمن المعروض. الإمضاء عفركوش ابن بارتاكوش. انا برضو كنت بقول ده راجل عظيم، عفركوش ابن بارتاكوش، راجل بيفهم. مفيش حل غير كده، انا موافق، وانتم موافقون؟ موافقون منافقون. المهم دلوقتي الدنيا اقبلت وتفتحت وازدهرت، مت غيظا يا فراشي. ده ليه يا لوح؟ اخلص يا قليل الادب. وشك وش مين يا واد؟ هات له وشك انت، ده انا لازم اربيك. مخصوم منك 15 يوم. مخصوم منك شهر. انت جننت يا ولد، انت عارف بتكلم مين؟ ده انا المدير. انت المدير يا حقير، بص لنفسك شوف لابس ايه. يا نهار اسود، مين اللي حطني في الهدوم ده؟ انا هجيب لك عفركوش. عفركوش ايه؟ عفركوش طرطرطه. هو مين يا واد اللي طرد؟ انا هجيبه لك هنا عشان يمسح بيك البركان. مسكين مخبول فراشي، مخبول مش عارف ان الدنيا يوم لك ويوم عليك. يا فراشي اذهب الى جهنم. الفلوس الفانوس راح مني. فين راح الفانوس؟ السرق. انسرق، انحرق، انت رجعت لاصلك. يو، ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. هو وقع بعقل؟ ده وقع على جدور رقبته. بلاش قلقله وصرصره، شوف شغلك يا هباء. ادي الدوسيهات دي للآنسة ناهد. يلا 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 امشي. لا مدير بقى ولا احزنون، البقيه بحياتك. عفركوش رقعني مقلب. عفركوش مين؟ العفريت اللي طلع لي بالفانوس. مصطفى انت لسه عيان؟ انا لا عيان ولا حاجه ابدا، انا بقول لك الحقيقه وحياتك عندي. عدم المؤاخذه اذا كنت هقعد هنا، لاني خلاص خدت على قعده المكاتب. انا يا ستي لقيت الفانوس السحري ودعكته، طلع لي منه عفريت اسمه عفركوش.
هو اللي جاب لي الفلوس كلها اللي انت شفتيها، وهو اللي عيني مدير الشركة، بس معرفش ايه اللي زعله مني وخلاه يرجعني فراش تاني. مصطفى سيبك من الحكاية دي، احسن بعدين يودوك مستشفى المجانين. يودوني مطرح ما يودوني، المهم ان انا الاقي الفانوس عشان احقق اخر امل واحلى امل. زي ايه مثلا؟ انا عرفت اخيرا ان مفيش غير حاجتين اتنين اتمنى ان ربنا يحققهم لي. هما ايه دول؟ اولا اتجوز المخلوقة الوحيدة اللي بتعطف عليا اللي هي انتي، وتاني حاجة عاوز اتعين في وظيفة تليق بكرامتي وبكرامة شريكة حياتي. بس اجيب الفانوس السحر منين؟ تحقيق امالك مش محتاج لفانوس او سحر او معجزات، انما محتاج للشجاعة والكفاح وعدم اليأس. اعتمد على نفسك في الحياة وانت توصل للمركز اللي انت عايزه. ازاي بس؟ ازاي؟ انت انسان متعلم وعندك خبرة في الحياة، فكر في مشروع يفيد الشركة وقدمه لرئيس مجلس الادارة. انت ممتازة جدا، انا عندي مشروع خطير هعمل عنه تقرير واقدمه على طول لمجلس الادارة. برافو عليك، وانا هكون دايما جنبك يا مصطفى. يا مصطفى، يا مصطفى، انا بحبك يا مصطفى. المشروع ده يستحق التقدير والعناية فعلا. أنا ما كنتش متصور أبدا إنك عندك معلومات وخبرة واسعة بالشكل ده. يا فندم دي حاجة بسيطة، ده أنا لما بتنقح عليا العبقرية بطلع حاجات خطيرة جدا. أنت فعلا عبقري. المشروع ده ممتاز جدا، ده هيزود أرباح الشركة 100%، وعلشان كده أنا هديلك مركز مهم جدا في الشركة. الله يخليك. يا أستاذ مرسي، ازاي يا فندي يكون عندنا الكفاءة الممتازة ديت وما تخليش الشركة بتاعتنا تستفيد منها؟ كفاءة ممتازة؟ هو ده وش كفاءة يا فندم؟ طبعا، ده قدم لي مشروع مدهش، ده عنده تفكير سليم احسن منك مليون مرة. لا استريح يا استاذ مصطفى. متشكرة. ايوه بس يعني مش معنى السيجارة. ولع لي. اولع لك؟ ولع له. ولع لي ارجوك. حتى الولاعة مش عايزة تولع. نزل السيجارة تحت. أفضل أحرق نفسي ولا أولع لك. تسمح يا فندم أقدم لك الميزانية سنوية؟ طيب روح أنت دلوقتي. تسمح كمان أجازة نص ساعة بس عشان أودي المدام للدكتور. روح. عفركوش شو بيت مبين خدامك بين ايديك يا مرسي؟ ارجوك يا عفركوش، مركزي في خطر، ارجوك خلي الفراش الغبي بتاعي اللي اسمه مصطفى يلبخ مع رئيس مجلس الإدارة ويقل أدبه عليه لحد ما يطرده. حمار حمار. طبعا مش أنا، مش أنا. هنية. الله يهنيك، وبالطريقة دي يا فندم هتزيد أرباح الشركة زيادة كبيرة جدا. فعلا فعلا دي اراء عظيمة جدا. الله يخليك، يعني عاجب سيادتك المشروع؟ بالتأكيد عاجبني. تبقى حمار. ها؟ حمار. حمار؟ بتقول ايه يا قليل الحياة يا مخ؟ انا كنت فاكر ان مخك نضيف اتضح انك انت طار. اخرج برا. خلاص خارج، يعني انا خارج من الجنة يا خي. انت مرفوض من الشركة. يا اخي تنيل على الشركة واللي فيها جاتك 60 نيلة. اخرج برا يا مغفل. بلا نيلة بلا زيت. الحمار قال المغفل. وتيس كمان. اخرج برا يا كلب. انا مش قادر افهم ازاي يا مصطفى تشتم رئيس مجلس الاداره. اهو ده اللي مجنني، بدل ما اقول للراجل متشكر قلت له انت حمار. ازاي بس كده يا اخي؟ معرفش، انا بتهيألي الجدع اللي اسمه مرسي ده سرق الفانوس بتاعي وطلع فرقوش عشان يعمل فيا المقلب السخيف ده. طب وهتعمل ايه دلوقتي؟ من بكره الصبح هروح على اوضته في قلب الشركه وادور على الفانوس واطلعه باي طريقه.
طيب طيب طيب. هتعمل ايه يا لا ولا حاجة حوكل، أنا بدور على الفانوس بتاعي. فانوس قدام ولا فانوس ورا؟ اعمل معروف بلاش تريق، أنا بيتهيألي الراجل المدير ده سرق الفانوس السحري بتاعي. هو معقول المدير يسرق حاجة ويجيبها هنا على المكتب؟ لازم أوديها على البيت. عندك حق، أنا طالب منك خدمة يا عوكل. ممكن؟ ممكن قوي. أنت مش لسه بتعوم في بحر الغرام مع البيت الخدامة بتاعته؟ وقربنا نوصل لبر الجواز يا أبو دلوين. عظيم، اعمل معروف اسألها لي في التليفون إذا كان المدير جاب الفانوس في البيت ولا لأ. خد نمرة الدهو. الو عوكل، عايز ايه يا واد؟ فاكر ازيك يا فاكر؟ مشتاقين قوي يا دميل. فاكر انت لوحدك؟ لوحدي؟ مشتاقين قوي يا دميل. الفانوس يا جميل، الفانوس. اخلص. طيب الو فاكر، حياة ابوك المديري وهو داخل عندك ما كانش في يده فانوس صغير قد كده؟ فانوس صغير؟ شفته ده سيدي شايله في اوضه النوم. اسمعي، الفانوس ده بتاع مصطفى واحنا عاوزينه ضروري ضروري ضروري. ها خش اسرقه من اوضه النوم يا دميل. ليه يا اخويا؟ ما اقدرش، الست نايمه في الاوضه، بعدين تظبطني. طيب. طيب. يخرب بيتك. طيب. مع السلامة يا دميل. الله يخليك. طيب مع السلامة يا دميل. حالك لك ايه؟ هتقول ان المدير عنديه الليلة حفلة وفيها معازيم كتير. حلو. واحنا نروح احنا التنين نخش الحفلة وفي الزحمة نسرق الفلوس ودننا ماشيين. قلت ايه؟ طيب قدامي معايا يا جميل. نعم. حد يقدر يفقسنا واحنا لابسين كده؟ ابدا مفيش حد يعرفكم ابدا. يلا خد المزه والشرب على الحفله طيران، ولو شافكم المدير وقال لكم انتوا مين قولوا له احنا الاثنين السفرجيه اللي بعتنا جروبي. توكلنا على الله. يلا كنت مسكاجينا. مسكاجينا هانجي. الحمد لله. هونجا هونكونجا. ها 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 تا ذا. مسكاجينا. مسكاجينا هانجي. مين دول؟ دول الاثنين السفرجيه بلديتك اللي بعتهم جروبي. مسكاجينا. مسكاجينا هانجي. ها ها هونجا هونجا تا ها ذا ها نو ها. انت فاهم كلامهم؟ انا مش مغفل ابدا، دول مش بلدياتي، دول لازم يكونوا من فوق. إيه؟ من فوق خالص، انا مش مغفل.